أهلا بكم. افتتح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق مؤتمر البناء والتشييد والمعرض الدولي التاسع للحديد والصناعات المعدنية المقام بمركز مصر للمعارض الدولية. شارك في الافتتاح سفير فرنسا بالقاهرة وممثل المفوضية الأوروبية إلى جانب لفيف من رجال الصناعة، وتشارك في المعرض 300 شركة مصرية وفرنسية. مزيد من التفاصيل بتطلعنا عليها مراسلتنا من هناك دينا حويدق من مركز مصر للمعارض طبعا الدولية. أهلا بك دينا، إليك يعني الصوت والصورة لتنقل لنا ماذا تشاهدينه بعينيك. هل هو معرض فقط يعني مصري فرنسي نستطيع القول؟ نعم، ولا يعني دعيني اشرح لك. المعرض الاول من داخل مصر، من داخل مصر مؤتمرات للمعارض بالقاهره الجديده، بنتابع معكم انطلاق فعاليات معرض الحديد والصلب في دورته التاسعه المستمره من اليوم وحتى الرابع من مارس الاحد المقبل تحت رعايه وزاره التجاره والصناعه وكذلك غرفه الصناعات المعدنيه باتحاد الصناعات. هذا المعرض الذي اقف فيها الان والجناح الذي اقف فيها الان هو قاعه 2. بيشارك في هذا المعرض 150 شركة مصرية ما بين الشركات المصنعة بالفعل للحديد والصلب وأيضا مكملات هذه الصناعات إلى جانب المعدات والآلات التي تستخدم في هذه الصناعات، إلى جانب مشاركة من 75 دولة أجنبية ما بين الدول الأوروبية والدول الأمريكية. هذا المعرض بيعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، بيحظى دائما على مشاركة كبيرة من ناحية الدول مثل كل عام في نسخته التاسعة. أيضا هذا المعرض بيعد منصة للتعارف ما بين الشركات لتبادل الخبرات والآراء والتعارف ما بين الشركات لمزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المصرية. أيضا هذا المعرض تحدث أيضا المجلس التصديري للمواد البنائية العام الماضي أن القطاع المواد البنائية بالفعل ارتفع بنسبة 8% ليسجل 781 مليار دولار بالنسبة لهذا القطاع. أما عن الجزء الثاني اللي انت كنت تحدثي عنه وهو معرض باتيمات، هو معرض مصري فرنسي، هو في الاصل في النسخه الثانيه بالفعل كان موجود هنا في صباح هذا اليوم السفير الفرنسي لدى مصر وايضا اللواء عاطف عبد الحميد محافظ القاهره الى جانب قيادات من وزاره التجاره والصناعه. بالفعل افتتحوا معرض باتيمات في نسخته الثانيه ومستمره حتى الرابع من مارس الاحد المقبل هذه الفعاليات. هذا المعرض ايضا بيستغل المنظمون شهرته العالمية لدعوة الشركات للمشاركة في هذا المعرض، خاصة أن مصر الآن فيها العديد من المشروعات القومية، بنتحدث عن مدن جديدة، بنتحدث عن الطرق والموانئ، فبالتالي هذه الصناعة مهمة للغاية ودائما القيادة المصرية والحكومة المصرية بتدعمها كل الدعم يعني لهذه المشروعات. وأيضا هذا المعرض بيعد فرصة لهذه الشركات الفرنسية وأيضا الشركات الأوروبية للتعرف عن قرب عن هذه الصناعة، ربما لفرص استثمارية واستثمار في الأسواق المصرية. أعود إليك مرة أخرى. نعم، إذن هما مؤتمران يعني في نفس الوقت. أنا بشكرك شكرا جزيلا دينا حويدق من مركز مصر للمعارض الدولية، شكرا جزيلا لك.